السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد على قناتكم الأفضل لصحتك. بما أننا في بداية فصل الخريف وهو موسم ظهور بعض الفواكه الخريفية، فإن موضوعنا اليوم هو الرمان، وبشكل خاص قشور الرمان. فالرمان فاكهة خريفية غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية، ويحتوي على نسبة جد مهمة من حمض الفوليك، وهي التي تميزه عن باقي الفواكه. وتحتوي قشوره شحمه على كمية كبيرة جدا من مضادات الأكسدة أو البوليفينولات، وهي التي تقضي على الجذور الحرة وتحمي الجسم من الالتهابات وتزيد من مناعته بشكل كبير جدا. والمقصود بشحم الرمان الجزء الداخلي الذي تنبت فيه حبات الرمان، والغلاف أو القشرة التي تفصل بين فصوصه. وللأسف لا يزال الكثير من الناس يهملون هذه القشور وهذا الشحم. فمعروف عن قشور الرمان أنها علاج جيد جدا لإزالة الديدان المسطحة أو الشريطية من الأمعاء ومن الكبد، وذلك منذ عصور قديمة جدا. كما اتضح أنها تزيد من كفاءة المعدة والقولون، وتزيد من مستوى البكتيريا النافعة أو البروبيوتيك بالجهاز الهضمي، مما يحسن من عملية الامتصاص بالأمعاء. أما الغلاف الأبيض أو الشحم الذي يفصل بين فصوص الرمان، فقد اتضح أنه يخفض الكوليسترول وينظف الأمعاء ويقضي على الديدان الشريطية بشكل فعال داخل الجهاز الهضمي، كما هو الحال بالنسبة للقشور. رغم كل هذا، فإن الكمية التي يستهلكها الناس من فاكهة الرمان لا تزال ضعيفة جدا مقارنة مع الفوائد والمنافع العظيمة لهذه الفاكهة ولقشورها وشحمها. لهذا يجب علينا تناول هذه الفاكهة بكميات مهمة وكبيرة حتى نستفيد من كل مكوناتها. كما يجب علينا إدخال فكرة تناول حبات الرمان مع شحمه في ثقافتنا الغذائية، فالمذاق المر الذي يتميز به شحم الرمان هو الذي يدل على احتوائه على مواد علاجية مهمة جدا تسمى الجليكوزيدات، وهي معروفة بكبحها للسرطان وبتنظيفها للشرايين من الداخل. ويعمل أكل الرمان بحباته وشحمه وبكميات كبيرة أحسن ديتوكس للجسم، ويخرج جميع السموم المتراكمة داخله خاصة بالشرايين، حيث يقوم بتنظيفها من جميع الترسبات الضارة. ولكي يكون هذا الديتوكس ناجحا، يجب أن يكون مرفوقا بحمية غذائية خالية من اللحوم. ونظرا للفوائد الكثيرة لقشور ولشحم الرمان، فمن الأفضل تجفيف وتخزين كمية من هذه القشور تكفينا للاستفادة من مكوناتها طيلة السنة. ولتجفيف قشور الرمان هناك طريقتين: بعد غسل الرمان جيدا وبعد تقشيره ونزع الحبات منه، نضع القشور في الظل شرط أن يكون الجو حارا جدا، ولا نعرضها أبدا للشمس حتى لا تفقد فوائدها، وستجف بشكل ممتاز في هذا الجو الحار خلال أيام قليلة. أما الطريقة الثانية فنلجأ إليها إذا كان الجو معتدلا، لأن القشور لن تجف بشكل جيد في الظل، وحتى لا تفسد فمن الأفضل وضعها في صينية وإدخالها للفرن الساخن بعد إطفائه، ولا يجب أبدا وضعها في فرن مشتعل حتى لا تحترق. ونكرر هذه العملية عدة مرات حتى تصبح القشور صلبة جدا. وعندما تبرد نضع بعضها في علب زجاجية ونحكم إغلاقها، ويمكن أن تبقى جيدة لمدة طويلة جدا تصل إلى سنتين أو أكثر.
ونطحن الكمية المتبقية ونحتفظ بها كذلك في علب زجاجية محكمة الإغلاق. وتستعمل هذه القشور بإضافة مسحوقها لأطباقنا أثناء الطهي، فهي بمثابة ملون غذائي طبيعي بلون جميل جدا كلون الكركم. كما يمكن خلط كمية قليلة منها مع البن أو القهوة، أو إضافة قطعة صغيرة من هذه القشور أو من شحم الرمان في إبريق الشاي بعد تحضيره، وتبقى طرق الاستفادة منها كثيرة ومتنوعة. كما يمكننا الاحتفاظ ببعض القطع من شحم الرمان في علب داخل المجمد وإضافتها مع الشاي ومع العصائر الطبيعية أثناء عمل ديتوكس للجسم. وهنا أكون قد وصلت إلى نهاية الفيديو. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.